كنتي مغارة بخير لاباس وترس السلام ديالي للجلالة الملك ديالنا ونصرو حنا الصحفيين المهنيين من العاصمة موريتانيا نواكشا حنا الحق الآن خمسة أيام موجودين في نواكشا كنعانيو واحد المعاناة شوية قاسية من ناحية المادية لأن أنا شخصيا بعدا كنت في دولة بوركينا فاسو وهاي دابا 20 يوم وجيت وقيت حتى لأن تعرضنا لإضراب حر لواحد الإضراب تعرضنا ليه في بوركينا فاسو شدو لي تما 4 أيام وجينا عاوتاني حنا بقينا دابا البلاد ديالنا مع الحدود الموريتانية مقفولة وجلسنا هنا الحمد لله نواكشو الله يك الحال موجود الماء موجود الخير موجود كلشي ولكن توحشنا وليداتنا توحشنا وليداتنا وما كاين اللي عاطينا شي أهمية ولا جزارنا ولا قلب علينا شي حد ولا سول فينا شي حد حنا دابا تي فوق 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 واحد 700 شاحنة بالسائق ديالها كنا تنعانيو ما عرفنا براسنا ولا رجلينا تنادي الحكومة تنادي صاحب الجلالة الله ينصرو باش يشوف من حالنا ويديروا لنا اعتبار لأن حنايا راه جنود ديال إفريقيا جنود ديال المغرب إفريقيا حنا كسائقين مهنيين حنا جنود إفريقيا ولكن حتى واحد ما تيشوف فينا حتى واحد معتبر حتى واحد لحد الآن السفارة اللي نائبة علينا هنا في واكشو ما جات سولات فينا ولا قلبت علينا ما عرفنا واش كاينين واش كاينين مضاربة واش واقع عليهم شي حاجة لأن حنا سفارة حنا تنأديو الأمانة حتى واحد ما سول فينا حتى واحد ما جاب لنا اش خاصكم تصبروا غيكون إن شاء الله شي حل غيكون هذا حتى واحد ما عبرنا حنا بغينا اللي عبرنا هو سينا أنا شهر ونص دابا شفت وليداتي وهذاك وهذاك وغيرهم 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 انا حاليا جالس في الحرموك ديالي اللي هو الفريغو اللي هو هاكم اللي تشوفو جالسين مخبيين على الشمس لان كاينه شويه الحراره هنا ما بان الحراره هنا شويه زايده مخبيين من الشمس و متعرضين بزاف الحوايج لان بغينا نلقاو حالنا بغينا نغسلو بغينا ندوش بغينا هادي بغينا هادي ما لقيناش وانت واحد من حنا الحمد لله واحد الفئه بقات في الواكشو واحد الفئه راه مشات مسكينه تقريبا واحد 150 150 كيلومتر تقريبا مشات بس زعما يكون خير زعما تفتح ما تفتحش على المساكن راه ما لا خبز لا والو واحد الفئه راه هي في الحدود قبل الحدود حبسوهم تا هما مساكن لا نعمال والو تا هما بغينا حل درنا حل شوفوا فينا عطفوا علينا جي شي حد يعبرنا عندنا السفاره ديالنا هذا تاع حد يصبر فينا ها حنا راه حنا مغاربه حنا خوتكم حنا ما نسواوش راه حتى حنا نسواو حتى حنا سفاره حتى حنا تقدم حاجه للدوله الحمد لله وخدامين بعكتر الحمد لله ما تنشكي ما والو ولكن حتى التبديل هذا اللي جاي يسد علينا ذاك الباب اللي جاي يبهدلنا وحتى واحد ما تعبرنا حتى واحد ما تيعرفنا واش كاينين ولا ما كاينينش لا يجوز هادشي ماشي حق ماشي عدل تطلب من سيدنا نصره الله ويشوف من هاد الفئه ديال السائقين الله يجازيك بخير سيدنا الله ينصر ويخلي الجاج على راسنا ديما باش تشوف الحال ويعبرونا حكومتنا ما عبر السائق ما عارفه شنو كاين تنأدي واحد الأمانة اللي ما تأديهاش شي واحد وما تنتخلصوش على شي خلاص اللي حممنا الوجه ونجيو حتى حنا ونديرو كلشي مع ولادنا ونجيو حتى حنا ونجلسو مع وليداتنا ونفرحو وهادي ما عندناش خاصنا ندخلو نقلبو نمشي نجيبو عاوتاني ها الكرا ها المصاريف الوليدات هادي هادشي بدو النقاش لان تقالو حتى ما عبرنا انا اليوم قررت نقول هاد الكلمات هذا الله ديروا حسابنا رحنا هذا الله
هذا. والسلام عليكم ورحمة الله.